ينضم إلينا من القاهرة دكتور باسم حشاد، خبير اقتصادي واستشاري دولي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. أهلا بك دكتور. عندما نقول دعم للاقتصاد اليمني، كيف يمكن أن يكون شكل هذا الدعم؟ اهلا وسهلا ومرحبا استاذه مايا، واهلا وسهلا بالساده المتابعين، وسعيد بالاستضافه مره ثانيه مع حضرتك. الدعم اللي بتقدمه الامم المتحده تحديدا في برامجها الاقتصاديه، البرامج المرتبطه بالمفوضيه العامه للاجئين، المفوضيه العامه اللي بتعنى في الاساس بالحالات الانسانيه الشبيهه او المثيله او الكوارث والحروب والحالات الاقتصاديه التي تشبه الانهيار بعد هذه المآسي. أكثر هذه المساعدات والدعم بينصب على الحاجات الأساسية في البداية، أو لنقل البنية التحتية الأساسية من غذاء وملبس وتوفير على الأقل مأوى مناسب ومساعدات صحية ومساعدات طبية. تأتي عن طريق التمويل الذاتي اللي بتتوفر لديه اوريدي موارد عن طريق اشتراكات الأعضاء والموارد الخاصة بالمنظمة، ثم المصادر الأخرى من المنح و أوجه الدعم التي تتلقاها من الدول الأعضاء ومن المؤسسات والجمعيات المانحة بشكل عام. ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على استقرار العملة المحلية علما بأنها منهارة نوعا ما؟ هي القضية أكبر للأسف الشديد من مسألة العملة أستاذة مايا. يعني الوضع اللي وصل من مأساويته في اليمن إلى الافتقار والافتقاد إلى أقل مقومات وأبسط مقومات الحياة الأساسية. نتحدث عن الغذاء، نتحدث عن المأوى فقط، ليس بالضرورة أن يكون حتى مأوى آمنا، نتحدث عن الخبز، نتحدث يعني عن أبسط تكلفة حقوق الإنسان. وأقل من ذلك، وهي لا تتوافر وبالكاد. يعني سمعنا قصصا كثيرة وقرأت تقارير قبل أن أتشرف بالخروج على الهواء مع حضرتك عن ناس بدأت تأكل من خشاش الأرض وبدأت تأكل من أوراق الشجر على سبيل المثال، ورأينا تقارير مصورة. لذا أظن أن قضية انعدام الأمن الغذائي الذي تتحدث عنه، كيف يمكن التعامل معه ومن يمكن أن يساعد في هذا الملف؟ القضية الأساسية قضية أمم المتحدة في المقام الأول. اليمن عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تستطيع أن تستفيد، مش تستطيع وبس، لا، يجب أن تستفيد من ذلك. هي مصنفة بطبيعة الحال حتى قبل 2015 وبداية هذه المأساة الإنسانية والحرب أو النزاع ما بين الجنوب والشمال أو ما بين الحكومتين المتنازعتين الآن. القضية قبلها كانت تصنف على least developed developing country أو LDC، يعني هي في الأساس دولة أقل حتى من مستوى الدول النامية وشديدة الفقر، وبالتالي هي تتمتع بطبيعة الحال ويجب أن تستفيد بهذه البرامج. القضية أكثر ربما تنصرف إلى المنح الأمني، إذ أنه حتى المساعدات لا يضمن أن تصل، أو إذا ما توفرت لا يمكن ضمان وصولها إلى مستحقيها بالقدر الكافي أو اللازم أو حتى في الوقت المناسب. دكتور باسم حشاد، الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك.